بدنا نروح نتعشى قبل؟ بلا نتعشى. وين المطاعم؟ شو عبالك تتعشى يعني؟ شاورما. قديش بدك تنونا؟ قديه بدك مصاري؟ بتعرف انت بالمصاري؟ بدك ايه؟ تفهم فيهم يعني؟ شو بتعرف؟ عدل لي المصاري تشوف. 100 200 ألف 300 ألف يعني بتعرفهم من بعضهم؟ ايه بتعرفهم؟ ايه هلا إذا عطيتك مصاري بتعرفهم؟ ايه تشوف. هاي 500 ألف 500 ألف؟ ايه ركز مظبوط علي تشوف. 500 ألف ركز مظبوط. بلا 500 مليون ولا خمس؟ هيدي 50 ألف 50 ألف. هلأ ليك شو بدك تعمل؟ بدك تفوت أوكي؟ بدك تفوت لجوا وتقول له بدي واحد شاورما وتروح تدفع حقه. 50 ألف بجيب لك واحدة. واحد شاورما. واحدة؟ ماشي. يلا. بحبحهم الكبسات. قديه لك مش أكل شاورما يا عماد؟ قديه؟ 23 سنة. عماد تلذذ بأكل الشاورما بعد 23 سنة وبس خلص أكل. قصدنا داير سيدة النجاة بحبوب قضاء جبيل التابع للرهبنة المارونية اللبنانية، المكان يلي رح يقضي فيه ليلة وحدة. وتاني يوم الصبح رجعنا لعند عماد. سرناي خبريني أول شيء كيف كانت الليلة؟ نام منيح عماد؟ نمت منيح؟ كنت مبسوط عنا؟ الحمد لله. وصل هو امبارح عشية مثل ما طلبت حضرتك، وأكيد إن إحنا بما إنه هو ضيف عنا ما بنقبل يفل مثل ما إجا، أكيد يترتب شوي ونقص شعره يتحمم وبيمشي وبيروح على عند أهله. شرناي أنت على طول بتقص للختيارية عندكم؟ نحن انا بوصل لهم الرجال والنسوان. هلا النسوان مش كله اكتريته، هلا الرجال اهين شوي القصه لانه بتجي على المكنه، بس النسوان لا. في عندنا حسب يعني، في نسوان بيجي لعنا حلاقين بيساعدونا وبيطوعوا بهالموضوع. كم ختيار عندكم بالمقوى؟ بحدود ال 240، بين ال 220 240 ختيار. شرناي خبريني شوي عن مرعي. كمان مرعي كان بنفس الحبس هو وعماد. هو عماد. ايه مرعي غير مرعي، اجا من كثير هادي وكثير مرعي هيك حس في حزن بعينيه. بس صحته منيحه كل شيء؟ صحته منيحه هي الحمد لله، وملتزم بالدواء كله رايق وحبوب كثير قريب للقلب مرعي. والله يرحمه علي كمان. كان علي فقيه. علي فقيه. علي فقيه كان قريب للقلب، عنده نهفة. ما لحقنا، فات على المستشفى وظهر. ايه حرام. دغري توفى. شرناي عن جد انا كثير مقدر رسالتكم الانسانيه اللي عم تعملوها، وخاصه انه من حوالي 3 اشهر استقبلتوا مرعي شوق. مرعي تذكرتني؟ نعم. مين انا؟ سمير. طيب عماد سعيد بتتذكره؟ نعم. بتتذكر عماد سعيد؟ وين كان عماد؟ السجن هذا، السجن. بسجن رومية؟ بتتذكره منيح؟ بتتذكر انت وياه كنتوا بنفس الغرفة برومية؟ نعم. بتتذكر؟ يعني انت كنت تقعد هون هو هون. هلا اذا جبت لك اياه بتعرفه يعني؟ نعم. حبيبي يا مرعي. شو يعني مرعي؟ تذكرته لمرعي؟ ايه مرعي. كنتوا بنفس الغرفة برومي؟ ايه. يلا قعد. اثنيناتكم صرتوا بالحرية اليوم. شو بدك تقول له لمرعي؟ أنا مثلك تعذبت وصرت بالحرية. بدل سنة. أنا مرعي أهلي بدني إياني على البيت. عرض عليك وانت اهلك مش قادرين يجيغضوا، شو بدنا نعمل؟ نطول بالك. طول بالك؟ انا فهلا يا مرعي وان شاء الله اهلك يطلوا عليك. أربع. بيتنا مفتوح لكل اللي ما عنده بيت،
اللي بيجي من الحبس، اللي بيجي مشرد على الطريق، اللي بيجي حدا بيجيبه مأكدين إنه ما عنده بيت، نحنا بيتنا مفتوح لقلو، بيضلوا عنا ونحنا عقلبنا مثل العسل. نحنا بنا هودي الناس الأحياء اللي نحنا بنا نخدمون تتخلص هالمحنة، بنا نخدمون بس بهمنا أكل ودواء وبس، وغير هيك ما بنا شي بالدار. إذا بتاخدوا الدار كله خدوه، نحنا بنا هودي اللي بقلب الدار، هودي بركة وأكثر من بركة، هودي نعمة من عند الله جابلنا إياه النعمة لإلنا، ونحنا مبسوطين كتير فيهن. نحنا مش عم نخدم إنه هيك إنه عم نخدم واجباتنا نخدم، لا، نحنا مبسوطين كتير كتير بخدمتهن. إن شاء الله يا ربي دخلك يا ربي، كل إنسان بيقدر ياخد أهله ويقدر يحطهم بالبيت نحنا بيكون على قلبنا عسل، بس إذا ما قدر نحنا وياه منتعاون.